السلام عليكم ومرحبا بكم. تعرض اليوم مشتركو الاكستريم اي بي تي في لضربة جديدة، حيث ملف الاشتراك عن الاشتغال في عديد الاجهزة، من بين تلك الاجهزة اجهزة سامسات بجميع انواعها تقريبا 5100 5200 1300، كذلك بعض اجهزة ستارسات حتى الحديثة ستارسات تي 14 وستارسات 2020 وديميل هايبر. جميع توقفوا عن العمل بسبب توقف الاكستريم اي بي تي في وتغيير صيغة الملف الذي كان مستعملا من قبل. في انتظار تحديثات الاجهزة وجدت حلا سامسات 5100. طريقة بسيطة للغاية، تتمثل في سحب ملف الام 3 اي وتغيير اسمه الى تي في ليست، ثم نقله الى الكلي يو اس بي ووضع الكلي يو اس بي في الجهاز، ثم تشغيله من خلال تطبيق فري اي بي تي في بدلا من اكستريم اي بي تي في. ساشرح لكم من البداية. اضع الميني ثم اذهب الى النت سنتر، اجد التطبيق فري اي بي تي في، اقوم بالدخول اليه، انتظر بعض الوقت ثم اضغط على اوكي. ستظل لائحة فارغة، سأضغط عندها على زر انفو. عندها سيقوم بسحب الملف القنوات من الكلي يو اس بي. بعد التأكد من انها تشتغل، اقوم بحفظ الملف من خلال الزر الازرق سيف. الآن أستطيع استعمال التطبيق من دون كلي يو اس بي، لكن في كل مرة يجب أن أضع أوكي ثم انفو لتظهر اللائحة من جديد. أيضا ملاحظة أنه لا يجب أن نترك فراغ داخل اسم قناة، عند ترك فراغ فإن القنوات لن تشتغل. يجب الحرص على إزالة جميع الفراغات عن طريق البلوك نوت أو نوت باد بلس بلس. جميع تطبيقات صلح العمل يمكن استعمال الكنترول هاش وحذف الفراغات سباس باستعمال الكنترول هاش. أعود للتجربة من جديد للتأكد. سأقوم بنزع الكلي يو اس بي ثم أدخل إلى الفري اي بي تي في، أنتظر بعض الوقت أوكي ثم انفو. وهكذا قمنا بتحويل ملف الام 3 اي للتطبيق الثاني فري اي بي تي في، واستغنينا عن الاكستريم اي بي تي في. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة.